فانت لما يكون مدير فني جاي بعد فترة، يعني مش عايزين نقول فترة عصيبة قوي، لكن فترة كان الأهلي إلى حد ما مش هو الأهلي، المدير الفني قدر يرجع شخصية النادي الأهلي تاني. نجح في كده. طبعا ان هو ان انت من ايام اخر مره، من ايام حسام البدري مثلا، النادي الاهلي ما كانش ليه شخصيه في افريقيا بالطريقه ديت يعني. كان كارتيرون السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت وصل بنهائي افريقيا، لكن كان الاهلي في بطوله افريقيا نفسها كان ما كانش ماشي كويس قبل ما يجي كارتيرون يعني. فانت دلوقتي عندك شخصيه ان انت بتروح تلعب سان داونز هناك، بتتقدم كان ممكن تكسب كمان، وكان ممكن تكسب بعد الفرص كتير اللي ضاعت بالذات في الشوط الاولاني. الكيمياء موجوده ما بين الاهلي وفايلر. دي حقيقه. وكمان القماشه اللي موجوده مع فايلر قماشه كويسه جدا، مجلس اداره النادي الاهلي هو يوفرها له، لكن مش اي حد يقدر يلعب بالقماشه يعني. كان في قماشه السنه اللي فاتت ما كانتش برضه قادر يوظف، ما كانتش ماشيه مثلا مع مارتن لاسارتي، او ما كانتش ماشيه قبل كده مع اي مدير فني مسك النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. لكن فايلر مع سامي قمصان، مع الجهاز الفني اللي موجود، قدر ان هم يوصلوا للتوليفه الصح في الاداره الفنيه للنادي الاهلي، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي يعني. بالتالي تقييمك بقى للفتره كلها بالنسبه للجهاز الفني الحالي للنادي الاهلي؟ فتره ناجحه جدا. ناجحه. طبعا النادي الاهلي ماشي كويس في الدوري. يمكن التعادل الاخير هو اللي كسر، اللي كان نفسه فايلر يكسر حاجز مانويل جوزيه. حتى ما تعادلش مع رقم مستر مانويل. ما انا بقولك هو كان هيوصل للرقم في حاله الفوز على سموحه يعني. لكن في حد ذاته انا شايف ان اللي حصل من فايلر انجاز. طب انا عايز اسالك ايه الفرق ما بين مثلا فايلر ولاسارتي؟ يعني لاسارتي مثلا لما جه كان ماشي بشكل خسر اول مباراه بتاعت بيراميدز، كان ظروف مختلفه وكده، لكن كان ماشي بشكل كويس، لكن جمهور الاهلي ما كانش مطمن. السنه دي برضو مستر فايلر ماشي بشكل كويس، لاسارتي كان ماشي لحد ما خرج من افريقيا من امام صن داونز، كان طبعا نتيجه صعبه جدا. ايه الفرق؟ اشمعنى المره دي في حاله رضا كبيره قوي على المدير الفني؟ هقول لحضرتك، اولا لاسارتي ما كانش بيقدم كوره. تمام. كان الشخصيه بتاعت النادي الاهلي وروح اللعيبه، ما انا بقول لك شخصيه النادي الاهلي وروح اللعيبه هي اللي كانت بتكسب. تمام. انما دلوقتي انت بتلاقي روح، بتلاقي شخصيه، وبتلاقي حاجه بتتعمل. يعني مثلا انا في ناس كتير علقت على مباراه سان داونز الاخيره. تمام. ان لما ينزل ايمن اشرف مع علي معلول وينزل محمد هاني مع احمد فتحي في الجنب اليمين، ده بيوصل رساله للجمهور ان في مدير فني قاعد شايف هو بيعمل ايه. شايف ان بيعرف يقرا الجناحات بتاعت مثلا سان داونز اليمين او الشمال هي اللي بتتحرك. الكروسات اللي بتتعمل عرضيه هي اللي بتتحرك، فراح منزل بعد كده الاخير سحب محمود متولي، وراح منزل بعد كده محمد هاني على الناحيه اليمين، وحط احمد فتحي بعد كده. فانت بتوصل رساله لاحمد فتحي نزل عشان خاطر نزل في نص الملعب عشان تعمل الضغط على الناس اللي بتعمل كروسات، وايمن اشرف نزل ناحيه الشمال عشان برضو الناحيه اليمين بتعمل كروسات، وعشان هو بيجيد الجانب الدفاعي كويس جدا. بالظبط. فانت بتعمل ضغط على لعيبه الوسط بتاعه سان داونز اللي هو يعتبر اقوى 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 المراكز اللي هم بيلعبوا فيها. فانت بتوصل للجمهور ان في مدير فني قاعد بره عارف هو بيعمل ايه، عارف ازاي بيغير، عارف مين يغير، مين يسحب، مين عايز يوصل ايه للماتش. يمكن السنه اللي فاتت كان لاسارتي بيلاعب سان داونز، او لو كان سان داونز برضه في ماتش الخمسه، هو مش عارف يدافع ولا مش عارف يهاجم. يعني انت ما حتى الدنيا ما فتحت ما بيقفلش الراجل، ما انت يعني مش عارف توصل حتى للجمهور ان انت عملت حاجه يعني. انت سبب غضب الجماهير مثلا من مارتن لاسارتي ان انت الجمهور عايز يحس ان في مدير فني قاعد بره بيفهم. فانت ازاي توصله ان هو بيفهم ان انت بتعمل تغييرات جوه الملعب. مش اسحب مهاجم انزل مهاجم، ده اللي احنا اسحب مدافع مع فايلر دلوقتي. بالظبط. فانت حتى حاسس او بتبقى عارف الاهلي عايز ايه من المباراه. عايز ينزل يكسب فبينزل يكسب. ده مثلا ماتش سان داونز هنا اللي كان هنا في القاهره، الاهلي الشوط الاولاني خلص 0-0. طب انت عايز المباراه، عايز تكسب. فانت ازاي هتكسب؟ ان انا اشغل الجناحات اجاي مع علي معلول، وناحيه ثانيه الشحات مع احمد فتحي. فانت بتخلق فرص. طول ما انت بتخلق فرص، طول
طول ما انت هتحدف. الشوط الاولاني ما كانش كده، فانت كمدير فني عرفت نقط الضعف اللي كانت موجوده في فريق صن داونز مثلا الشوط الاولاني، عرفت تشتغل عليه، فانت عرفت تشتغل عليه في الشوط الثاني. فانت اديت تعليمات مثلا لاجاييه يبقى مع معلول، واديت تعليمات للشحات مع احمد فتحي، فانت خلقت فرص، خلقت فرص، جبت ضربه جزاء، احرزت هدف بالزبط. يبقى انت وصلت بالنتيجه اللي انت عايزها. ده اللي انا اقصده. ان في مدير فني بيبقى قاعد بره شايف الفرقه اللي قدامه نقط الضعف والقوه ايه، شايف نقط الضعف بتاعتي انا كاهلي ايه، اشتغل عليها. طول ما انت بتشتغل عليها، طول ما انت قاعد في المباراه، خلاص اعرف ان انت هتكسب. غير كده الجماهير بقت واعيه جدا يعني. بالظبط. طيب ده فيما يتعلق بمستر جنيف فايلر، لكن في ملف مهم جدا وهو ملف